أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي حول الأوضاع في قطاع غزة، وأكدت مصر أن الدور الذي قامت به في حشد وإدخال المساعدات إلى غزة كان قيادياً ونابعاً من شعور مصر بالمسؤولية الإنسانية عن الأشقاء الفلسطينيين بالقطاع. وأضاف البيان أن مصر ضغطت بشدة على جميع الأطراف المعنية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، إلى أن قصف إسرائيل للجانب الفلسطيني من المعبر لأربع مرات حال دون دخول المساعدات. وأكد البيان أن مصر منذ اللحظة الأولى فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط، وقامت بحشد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة سواء من مصر ذاتها أو من خلال جميع دول العالم التي قامت بإرسال مساعدات إلى مطار العريش. كما أضاف البيان أن مصر تحملت ضغوطا وأعباء لا حصر لها لتستطيع تنسيق عملية إدخال المساعدات، وأنها في سبيل ذلك ما زالت باتصالات مكثفة مع جميع الأطراف سواء الإقليمية أو الدولية أو الأممية للضغط من أجل دخول المساعدات وزيادة كمياتها بالشكل المطلوب، وأن 80% من المساعدات التي تصل للقطاع مقدمة من مصر. وأشار البيان إلى أن الحل الوحيد للأوضاع الراهنة يتمثل في حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وأن أي محاولات أو مساعي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبوء بالفشل.